صباح الخير للجميع. هلأ الساعة 9 الصبح حنبلش رحلتنا إلى مدينة أنطاليا القديمة كاليتشي. خلوكم معنا. الميناء القديم كاليتشي. وهلأ وصلنا على المدينة القديمة كاليتشي في أنطاليا. هي المدينة المتميزة في أول محطة حنلاقي فيها الميناء القديم، يعتبر ميناء عثماني عريق، وبنفس الوقت حنلاقي الأسوار اللي محيطة فينا من زمن الدولة العثمانية وكثير من المرافق والمطاعم. المكان إرث تاريخي لمدينة أنطاليا متميز جدا، خلينا نشوفه عن قرب. نقدر ندخل على مدينة كاليتشي بالبوابات التاريخية اللي موجودة. في أكثر من بوابة، أشهرهم بوابة هادريا. هاي البوابة إذا مشينا بأزقتها حنلاقي بالنهاية الميناء الرائع اللي موجود حوالينا بمياهه الفيروزية، وكمان السفن العصرية والقديمة بنفس الوقت والمتنوعة. نقدر نعمل هون رحلات سياحية داخل المياه، ومنلاقي السور التاريخي محيط فينا من كل مكان. في المدينة القديمة كاليتشي هذا الميناء كان قلب أنطاليا النابض بسبب التجارة وبسبب حيويته السياحية. من الأشياء اللي بتميز البلدة القديمة في أنطاليا هو وجود هذا المصعد الكهربائي اللي بيوصل بين البلدة القديمة وبين المارينا مباشرة. الناس بتحب تجي لهون لأن المكان يعتبر مثل تراس، الواحد بيقدر يشوف منظر بانورامي لساحل وميناء أنطاليا الكبير، بالإضافة للسور والمسجد القديم. لازم تجوا تجربوا هذا المصعد. من الأماكن التاريخية المميزة في مدينة أنطاليا القديمة مسجد ديفلي منارة. مسجد ديفلي منارة اللي يقع في القرب من الميناء الروماني القديم، واللي تم بناؤه على عهد الدولة السلجوقية، أي في عهد السلطان علاء الدين كيكوبات قبل إنشاء الدولة العثمانية. بيتميز المكان بوجود العديد من المطاعم والكافيهات اللي بيزوروها السياح يوميا. كمان منلاقي حوالينا في الخان القديم اللي منلاقي فيه جميع أنواع المنسوجات القديمة، والمكان هون كتير مميز، لازم تجوا وتشوفوا مسجد ديفلي منارة. بيتميز مسجد ديفلي منارة بمنارته اللي قاعدتها مربعة واللي بيطوله أكثر من 38 متر. هاي المنارة اللي مزينة بالرقع الزرقاء من حواليها، وكمان تعتبر تحفة معمارية فريدة نادرة من العهد السلجوقي. تشتهر مدينة أنطاليا كاليتشي القديمة بوجود ثلاث بوابات معمارية فريدة، أشهرها بوابة هادريان اللي تم تسميتها تيمنا بالإمبراطور الروماني هادريان لما أجى على مدينة أنطاليا في القرن الأول في الميلاد. بوابة هادريان تعتبر مدخل لمدينة كاليتشي القديمة، الواحد لما يجي يدخل منها بيقدر يشوف الأزقة، يمشي فيها ويلاقي المعمار الفني، سواء على الأرصفة اللي مصفوفة بالحجر على الأرض أو حوالينا من الأبنية والبيوت القديمة اللي تعتبر تحفة فنية. ونحن عم نتمشى في أزقة مدينة كاليتشي القديمة بنقدر نشوف التصميم الرائع. تم حصول مدينة كاليتشي القديمة على جائزة الاتحاد الأوروبي للترميم. المدينة صارت جدا عصرية وبتدمج بين الحضارة القديمة والحضارة الحديثة، ومليئة بجميع المرافق من فنادق ومطاعم وحدائق وغيرها كثير.
الطرقات الضيقة الجميلة في المدينة بنقدر نشوف فيها كثير من الفنادق والمطاعم ومحلات لبيع الصور التذكارية وأخرى للحلويات والبهارات. بنهاية ممرنا من المدينة بنقدر نلاقي برج هيدرليك التاريخي اللي بيطل على خليج ساحل أنطاليا. تم بناء هذا البرج الأسطواني في القرن الثاني للميلاد من قبل الرومان فوق الميناء القديم تماماً، بشكل منارة للسفن في المدينة القديمة كاليتشي. منصحكم بزيارة برج هيدرليك قبيل غروب الشمس للاستمتاع بمنظر الغروب اللي بينعكس على إطلالة البحر. هلا وصلنا على اكواريوم انطاليا، انا كثير متحمس حتى نقدر نشوف جوا انواع الاسماك المختلفه، بالاضافه لانه في اطول نفق مائي في العالم. خلوكم معنا حتى نشوف اكواريوم انطاليا. اكواريوم انطاليا بيعد وجهه سياحيه مميزه لاستكشاف الحياه المائيه، وما ننسى انه هو من اكبر احواض الاسماك في العالم. يحوي الأكواريوم أحواض لأسماك القرش وبيتيح لزواره إمكانية مشاهدتها عن قرب والسباحة معه. بيضم آلاف الأسماك والكائنات البحرية ضمن 7 مليون لتر مكعب من الماء. بيحتوي الحوض الرئيسي من الأكواريوم مجسم طائرة وغواصة بحجم الطبيعي. أهلا وسهلا فيكم في حديقة أنطاليا للحيوانات. هاي الحديقة المتميزة والموجودة داخل غابة من الصنوبر. نحن قاعدين جواتها للغابة، منلاقي حديقة الحيوانات في الوسط وأقفاص الحيوانات موجودة في كل مكان. تشتهر حديقة الحيوانات تبع أنطاليا بأنها مكان للزوار والسياح وخصوصاً للعوائل والأطفال. حديقة حيوانات أنطاليا مفتوحة يومياً على مدار السنة، ونقدر نجي عليها من 9 صباحاً إلى 7 مساءً. تستقطب أعداد هائلة من الزوار يومياً خصوصاً في خلال فترة الصيف. ولهون بنكون وصلنا لنهاية رحلتنا لهذا اليوم من مدينة كاليتشي القديمة اللي كانت مشهورة بآثارها التاريخية المميزة الموجودة من حقب مختلفة، وكمان حديقة الحيوانات اللي كانت موجودة داخل غابة مميزة من الصنوبر، وبالإضافة للأكواريوم المائي اللي كان موجود في أكبر نفق مائي في العالم. إذا كنتوا حابين تتعرفوا أكثر على هاي المناطق وحابين تزوروا باقي المناطق الموجودة في تركيا، بتقدروا أنكم تتواصلوا معنا، نحن شركة سفرك السياحية على الأرقام التالية.